بما ان النهارده اليوم العالمي للقلب، وجه كلمه للدكتور مجدي يعقوب. شخصيه محترمه جدا للبروفيسور مجدي يعقوب، راجل محترم جدا، يكفي اللي هو بيعمله للاطفال المصريين، ومش فارقه معاه لا ديانه ولا اي حاجه، هو بيخدم مصر والمصريين والاطفال المصريين، فاحنا كلنا بنشكره لانه فعلا شخصيه محترمه جدا، ويكفي ان بيعمل كل العمليات كلها ببلاش وبيقف جنب المصريين والاطفال المصريين. دكتور مجدي يعقوب، مش عارفين نقول لحضرتك ايه، الف شكر. كل مريض قلب انت اتشفيته وهو بيدعي لك، وكل مصر كلها بتدعي لك. لو عندنا واحد زيك في كل مجال يبقى يعني الدنيا كويسه جدا جدا جدا. اول شيء السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو دكتور مشهور هنا في مصر، وانه يساعد على وفتح مستشفى، ونقول له شكرا لك، والله يديك العافيه، وهذا يحسب له يعني سواء هنا او برا. انا بشكره جدا ان هو بيساعد الاطفال، واحنا فعلا بحاجه ليه، وفعلا كل الناس بتجيله من جميع انحاء البلاد صراحه بتيجي عشانه، وفعلا شكرا ان هو بيساعد الناس من رغم الديانات ما لهاش خلاف. هو بيعالج مرض في البني ادمين كلها، مرض مزمن، فشكرا ليه جدا. بحب اشكر الدكتور مجدي يعقوب انه بيعالج اطفالنا وواقف في ظهرنا كلنا، و مش بيسيب حد في حاجة، ومش بيفرق معاه اختلاف الأديان، وبصراحة كتر خيره يعني. هو شخص احنا كلنا كمصريين لازم نفتخر بيه.